السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في اللقاء الخاص بالتوزيع الطبيعي. واليوم إن شاء الله نتكلم عن التوزيع الطبيعي وهو آخر التوزيعات الاحتمالية. طبعا نحن عندنا ثلاثة توزيعات: توزيع ذو حدين من التوزيعات المتقطعة، توزيع بوسون من التوزيعات المتقطعة، واليوم إن شاء الله نتكلم عن التوزيع الطبيعي وهو من التوزيعات الاحتمالية المتصلة. من التوزيعات الاحتمالية المتصلة، يعني أنت لازم تثبت هذه المعلومة إنه التوزيع الطبيعي من التوزيعات الاحتمالية المتصلة ثم المستمرة. ثم إيش؟ المستمرة. إذا سئلت في الاختبار وقال لك التوزيع الطبيعي هو من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة، أنت حتجاوب ها توزيع طبيعي من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة خطأ، إنما هو توزيع من التوزيعات الاحتمالية المتصلة. هذه أول معلومة سجلها، تمام؟ طيب إذا الآن اتفق إنه هو من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة. هذا توزيع مهم جدا جدا لأنه بدخل في كثير من النظريات الإحصائية وبدخل في كثير من الظواهر الطبيعية. هذه الأهمية بالنسبة للتوزيع الطبيعي. التوزيع الطبيعي كذلك عنده دالة، له دالة تسمى بدالة الكثافة الاحتمالية، اسمها دالة الكثافة الاحتمالية. وهذه الدالة هي عبارة عن علاقة رياضية، ومنها بنحسب القيم المساحات، وهذه القيم محسوبة أصلا في جداول تسمى بجداول التوزيع الطبيعي، اسمها جداول التوزيع الطبيعي. هذه الدالة أنت زي ما أنا كاتب مكتوب في الشيت أو في المذكرة، يعني غير مطالب بحفظ هذا القانون. هذا القانون أنت ما مطالب تحفظه، لأنه قانون بيساعدنا أو بنعرف هذا هو يسمى بدالة الكثافة الاحتمالية، يسمى بدالة الكثافة الاحتمالية. الديمنا في هذا التوزيع اللي هي حاجة اسمها خصائص، سميها خصائص التوزيع الطبيعي، سميها خصائص التوزيع الطبيعي. معيش هذه بهمة اللي هي بعض الخصائص منحنى التوزيع الطبيعي. أول هذه الخصائص نمرة واحد: المساحة الكلية تحت المنحنى بالساي واحد. إخواننا المساحة هذه الخصائص نحفظها حفظ خصائص منحنى التوزيع الطبيعي. نعم، خصائص منحنى التوزيع الطبيعي حفظ، لأن الأسئلة فيها كثير جدا. تمام. طيب إذا واحد: المساحة تحت المنحنى بتساوي واحد، يعني أنا لو لاحظته عندي الشكل بتاع كيرف مرسوم منحنى بسميه منحنى التوزيع الطبيعي. هذه المساحة كل المنحنى تحته هذه المساحة تساوي واحد. تمام. إذا دي أولى الخصائص. الخاصية الثانية: المنحنى متماثل حول الوسط. لما نقول متماثل بس متريك اللي هو الشابه، يعني ينقسم إلى قسمين متساويين، ينقسم إلى قسمين متساويين. إذا يعني أنا هنا عندي أول حاجة يا شباب عندنا في الرسم: المساحة الكلية تحت المنحنى. هذا المنحنى أنا أشتغل عليه بالقلم. هذا المنحنى اسمه منحنى التوزيع الطبيعي. المساحة الكلية هذه المساحة، لكنها هذه كلها المساحة الكلية، هذه تسمى بالمساحة الكلية. اسمها ايش؟ اسمها المساحة الكلية. هذه المساحة الكلية بتساوي واحد من هنا إلى هنا، كلها بتساوي كم؟ بتساوي واحد. طيب دي خاصية رقم واحد. لو قلت في الاختبار المساحة تحت المنحنى بتساوي 0.5 خطأ. لو قلت لك المساحة تحت المنحنى بتساوي سالب واحد خطأ، لأن هي مساحة، هي عبارة عن مساحة لا يمكن تكون بالسالب، بتساوي واحد. تمام؟ يعني السؤال بيكون هنا بيقول لك المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي هي المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي هي 1.5 2.5 سالب واحد، هتكون الإجابة هي واحد. إذا يا شباب نثبت الآن إنه من خصائص منحنى التوزيع الطبيعي أن إجمالي المساحة تحت المنحنى بتساوي واحد، يعني كل المساحة تحت المنحنى بتساوي كم؟ واحد. الخاصية الثانية أثبتناها
انه هذا المنحنى متماثل متماثل حول الوسط، يعني في النص هنا في النص عندي هذا يسمى بالوسط الحسابي يساوي صفر دائما، مرمزه بعدين بقول بيساوي ميو بيساوي صفر. اذا المساحه تقسم الى جسمين مستويين كل جسم بيساوي 0.5، يعني هي واحد لما نقسم على اثنين حيساوي كم؟ نصين. سميته تقسيم على اثنين بيساوي نص لكل احد. اذا هذه الواحد لما قسم على اثنين بيساوي كم؟ بيساوي واحد، بيساوي 0.5. اذا عندي 0.5 في اتجاه الايمن و 0.5 في اتجاه الايسر، نصف في اتجاه الايمن ونصف في اتجاه الايسر. هذا السبب ايش؟ السبب فيه لانه المنحنى متماثل، المنحنى مع الوسط متماثل. فكلمة متماثل هذه معناها ينقسم الى جسمين متساويين، ينقسم الى جسمين متساويين. طيب هذه خاصية رقم 2. خاصية رقم 3، الوسط بيساوي الوسيط بيساوي المنوال. الوسط بيساوي الوسيط بيساوي المنوال لهذا التوزيع، لأنه توزيع متماثل، لأنه توزيع إيش؟ متماثل. يعني أنا لو عندي بيانات وحبيت أعرف هذه البيانات تبع التوزيع الطبيعي، أحسب رسم حساب لهذه البيانات اللي هو يسموه اختبار، حطه بعيد، ثم أحسب الوسيط اللي هو اسمه ميريون، أحسب وحطه بعيد، ثم أحسب المنوال المود. إذا تساوي الثلاثة معناه هذا التوزيع يتبع هذه البيانات تبع التوزيع الطبيعي، تبع التوزيع الطبيعي. طيب 4، تصل قمة المنحنى إلى نهايتها العظمى عندما X تساوي ميو، أي عندما تصدر قيمة المتغير العشوائي مساوي الوسط الحسابي. هذا معناه إيش؟ معناه يا شباب أنا عندي هذا هو الوسط الحسابي ميو، هذا المنحنى يصل إلى أعلى قمة، هذه أعلى قمة، شايفينها هنا؟ يصل المنحنى إلى أعلى قمة عشان يبدأ بعد في اتجاه السالب النزول عندما X تساوي ميو. يعني مثلا في الإمام محمد هنا عندنا X الطالب، هذا الطالب X نسميه أي طالب، أما يحصل على 60 درجة، يحصل على كم؟ 60 درجة، هذا ميو اللي هو عبارة عن وسط حسابي، وسط حسابي. أي طالب حصل على هذه الدرجة بكون ماله؟ بكون في النجاح. إذا حصل على 59-58 بكون في اتجاه اليسار، هذا الاتجاه هنا يا شباب، هذا يسمى الاتجاه اليسار. يعني إذا حصل هنا هيكون كم؟ 58 أو 59 أو 55، هيكون راسب، هيكون راسب. إذن عندما X تساوي ميو بيكون في أعلى قمة، أعلى منها في الاتجاه اليمين هيكون نجاح متميز، يسار هيكون هو عبارة عن شنو؟ عن رسوب. إذن أنا عندي المحطة اتجاه اليمين واتجاه اليسار من الوسط الحسابي. إذن هذا من هذه القمة العليا هذه تسمى بX، عندما X تساوي ميو يكون المنحنى في أعلى قمة. واضح شباب؟ إذن هذه تعني الوسط الحسابي. X هذا أي مطير، أي رقم، أي طالب، ناس طالب وانا طالب الثانية طالب الثالث حصل على 60، حصل هنا حيكون هنا. بعدين إذا حصل على 65 حيكون ماشي في اتجاه الأعلى، إذا حصل على 70 حيكون في اتجاه الأعلى، 80 حيكون في الاتجاه الأعلى، إلى يصل إلى كم؟ 100، يكون حصل على A بلس. تمام؟ لكن هنا إذا حصل على 55 رسوب، حصل على 50 رسوب، 45 رسوب، كل مره ماشي باتجاه الرسوب. يعني فيها ايش كان هو رسوب والاتجاه الثاني هو عباره عن ايش؟ عباره عن نجاح. بس شباب هذه الخاصيه رقم 3، انه المنحنى يصل الى اعلى قمه عندما X تساوي ميو، قبل بعدها هيكون في نجاح وقبلها هيكون في رسوب. كده تمام يا شباب؟ طيب الخاصية رقم 4 اللي هي الخاصية رقم 5، الطرفين للمنحنى يمتد إلى ما لا نهاية، الطرفين في المنحنى يمتد إلى ما لا نهاية. شايفين هذا هو طرف يمتد إلى ما لا نهاية، والطرف الآخر برضه يمتد إلى ما لا نهاية. هذه واحدة من خصائص منحنى التوزيع الطبيعي، أطرافه ماشية إلى ما لا نهاية. تمام يا شباب؟ طيب عندنا خاصية رقم 6، بعض المساحات الخاصة، بعض المساحات الخاصة. تمام؟ هذه المساحات الخاصة اللي هي محسوبة في المنحنى، اللي هي المساحة الأولى، افتح معي في الملخص موجودة. المساحة الأولى هي محصورة بين ميو، لأنه أنا قلت يا شباب عندي أصلا هذا الوسط الحسابي سميته ميو، شايفينه؟ هذا سميته ميو، ميو
زائد سيجما يعني كأنه انحراف. طبعا سيجما هي انحراف وميو ناقص سيجما هذه المساحة محصورة بين ميو زائد سيجما وميو ناقص سيجما هذه شايفينها أنا عملت لكم مؤشرة هذه من هنا إلى هنا يعني هذه المساحة كلها شايفينها يا شباب هي عبارة عن إيش هذه المساحة هي عبارة عن 68% من مساحة المنحنى بتساوي 68% من مساحة المنحنى إذن يا شباب نثبت إنه المساحة الخاصة الأولى محصورة بين ميو زائد سيجما وميو ناقص سيجما ميو زائد سيجما وميو ناقص سيجما يعني ميو زائد الانحراف وميو ناقص الانحراف هذه المساحة هي عبارة عن 68% من مساحة المنحنى تمام المساحة الخاصة الثانية المساحة الثانية هي عبارة عن خليه يكون في الانحراف أكثر الانحراف يكون زائد لما يزيد الانحراف حيكون ميو زائد 2 سيجما شايفينها هنا ميو زائد 2 سيجما وهنا حتكون ميو ناقص 2 سيجما هنا حتكون ميو ناقص 2 سيجما هذه المساحة من هنا من ميو زائد 2 سيجما إلى ميو ناقص 2 سيجما بتساوي 95% بتساوي كم يا شباب 95% من مساحة المنحنى 95% من مساحة المنحنى إذا لو لاحظت أغلب المساحة محصورة بين كم بين ميو زائد 2 سيجما وميو ناقص 2 سيجما آخر مساحة خاصة آخر مساحة خاصة هي محصورة بين ميو الانحراف زاد أصبح بتكون سيجما واحد 3 سيجما ميو مع كم 3 سيجما شايفينها هنا بالقلم وهنا هتكون عندي ميو ناقص 3 سيجما ميو ناقص 3 سيجما هي الانحراف بضم في 3 مرة بالناقص مرة بالزائد هذه المساحة كلها بتساوي 99.7 اللي هي 99% و7 من 10 طبعا نحن متفقين من الجبهة الأولى الخصائص لهذا التوزيع أن المساحة تحت المنحنى كلها المفروض تساوي كم؟ واحد عشان كده أطراف المنحنى تمتد إلى ما لا نهاية تمتد إلى ما لا نهاية إذا المساحة من 3 ميو زائد 3 سيجما إلى ميو ناقص 3 سيجما هذه قلنا كلها بتساوي 99.7 99.7 يعني برضو ما حصلنا كامل لحتى ما حصلنا واحد كامل ما حصلنا واحد كامل نحن المفروض نحط واحد كامل يا شباب تمام لكن اصبح 99.7 اذا في باقي جزء لو عندكم جدول توزيع طبيعي بعدين تحققوا 0.36 حاجه كده 3.6 المهم الان نحن نحفظ هذه القيم الثلاث حفظا جيدا نحفظ هذه القيم الثلاث حفظا جيدا طيب نعيد ثاني المساحه الاولى محصوره بين ها المساحة الأولى محصورة بين ميو زائد سيجما وميو ناقص سيجما بتساوي كم يا شباب؟ بتساوي 68% 68 ممكن تكتبها 68 أو تكتبها 68% يعني في الاختبار ما تكتبها 68 كده ما مكتوبه كده إما تكتبها بالـ point 0 تعمل كده تعمل 0.68 تعمل كده يا شباب 0.68 تمام؟ أو تكتبها 68% أو تكتب 68% كله صح واضح شباب لأنه هي مساحة كلها بالبوينت كلها بالبوينت واضح شباب يعني ما عندنا حاجة هنا برقم كبير لأن كل المساحة بتساوي واحد إجمالي المساحة بتساوي واحد معناه يا شباب لازم كل شيء يكون ماله يكون بالبوينت كسر لأنه كل المساحة بتساوي واحد يبين احتفظنا من الأول حاجة المساحة الكلية تحت المنحنى بتساوي واحد من البداية أول خاصية مهمة جدا جدا هذه المساحة الكلية بتساوي كم؟ بتساوي واحد إذا أي رقم هنا داخلها حيكون معروف بالبوينت إذا يا شباب نحن ثاني نقول المساحة المحصورة بين ميو زائد واحد وميو ناقص واحد بتساوي وبتساوي هي عبارة عن 68% نعم هذه حفظ يا شباب هذه حفظ تمام؟ المساحة الثانية هي عبارة عن ميو زائد 2 سيجما وميو ناقص 2 سيجما ميو زائد 2 سيجما يعني ميو الوسط الحسابي زائد 2 في الانحراف بالعربي والوسط الحسابي ناقص 2 في الانحراف هذه المساحة هي عبارة عن كم يا شباب عبارة عن 95% من المنحنى 95% كبيرة جدا من المنحنى بنعد بين كم بين ميو زائد 2 سيجما وميو ناقص 2 سيجما
آخر مساحة محصورة بين ميو زائد الانحراف مضروب في 3 ميو زائد 3 سيجما، وهنا عندي ميو ناقص 3 سيجما اللي هي هذه بتساوي 99.7 من 10. 99.7 تمام 99.7 99.7 في المية ورا شباب 99.7 من 10. هذه هي تسمى بالمساحات الخاصة، هذه تسمى بالمساحات الخاصة. طيب إذا كده يا شباب ده هذا الجزء المهم هنا الخصائص، والخصائص هنعيدها ثاني. الخصائص رقم 1 قلنا المساحة تحت المنحنى بتساوي 1، الخاصية رقم 2 المنحنى متماثل، الخاصية رقم 3 اللي هي قلنا الوسط بيساوي الوسيط بيساوي المنوال، الخاصية رقم 4 قلنا المنحنى يصل إلى أعلى قمة عندما إف يساوي ميو، والخاصية رقم 5 اللي هي أطراف المنحنى تمتد إلى ما لا نهاية، والخاصية رقم 6 هي عبارة عن مساحات خاصة، عبارة عن المساحات الخاصة. أهم حاجة يا شباب أنت تعرفها إن المساحة الكلية للمنحنى بتساوي 1 تمام. أهم حاجة أنت تعرفها إن المساحة الكلية أو إجمالي المساحة تحت المنحنى بتساوي 1 حتى بعد ذلك عشان تقدر بعد تعرف المساحات الصغيرة هذه. هذه المساحة ما لا شباب مقسمة لاثنين بالتماما بالتساوي، يعني المنحنى متماثل معناه بيندفن إلى جسمين مستويين، كل جسم بياخد كم؟ 0.5، عندي 0.5 في اتجاه اليمين وعندي 0.5 في اتجاه اليسار. واضح شباب؟ طيب اذا هذا الجزء الاول بالنسبة للتوزيع الطبيعي. الجزء الثاني اللي هو بحسب الحساب، عندنا حاجة اسمها التوزيع الطبيعي المعياري، سمى التوزيع الطبيعي المعياري، وندخل هنا الستاندرد، ستاندرد هو سموه الستاندرد نورمال ديستريبيوشن، سموه التوزيع الطبيعي المعياري. يعني نحن من التوزيع الطبيعي أخذنا خصائص بالإضافة إلى المساحات الخاصة. الآن في التوزيع الطبيعي، الآن في التوزيع الطبيعي نعم هي المساحة 99.7 من 10. الآن الملخص لها شباب 99.7 في المية أوكي، 99 ايوه 0.7. طيب الان يا شباب ندخل على الجزء الثاني اللي هو حاجه ايوه عدينا نعم نعم عدينا اللي هي 99.7 من 10%. طيب قلنا بالنسبه للتوزيع الطبيعي المعياري هو حاله خاصه من التوزيع الطبيعي، هو حالة خاصة من التوزيع الطبيعي، حيث أن متوسط هذا التوزيع هو ميو بيساوي صفر، ميو بيساوي صفر، والانحراف المعياري سيجما بيساوي واحد، انحراف المعياري سيجما بيساوي واحد، تمام؟ طيب إذا بعد ده أنا بعوض مكان ميو الجبال كانت ميو النصف الحسابي بزيرو، والانحراف المعياري بعوضه بيساوي كم؟ واحد. عشان كده بقول زيت تتوزع normal distribution between 0 and 1، يعني التوزيع الطبيعي دائما بتوزع بوسط حساب بيساوي صفر والحرام العيار بيساوي واحد تمام. عشان كده بينا ونحن لو لاحظنا في الرسمة هذا كان عندي هنا صفر لأنه ميو بيساوي أصلا صفر في التوزيع الطبيعي المعياري، ميو بيساوي صفر. لما أقول ميو بيساوي صفر وأعوض سيجما بيساوي واحد كأنه قلت المساحة هذه بين صفر وبين واحد، لانه لما نعوض هنا ميو بصفر حيكون صفر زائد واحد اصبح عندي هنا موجب واحد، وهنا عندي ميو ناقص حيكون صفر ناقص واحد حيكون بسالب واحد، كانه اصبحت هذه المساحه هي عباره عن مساحه محصوره بين سالب واحد وبين موجب واحد. معي شباب انتوا؟ اذا عوضنا ميو بيساوي صفر وسيجما بيساوي واحد، عوض معي ميو بيساوي صفر سيجما بيساوي واحد، أصبحت هذه المساحة الجبال 68% كأنها هي مساحة محصورة بين سالب واحد وموجب واحد، تمام؟ بين سالب واحد وموجب واحد. وأصبحت المساحة المحصورة بين ميو زائد 2 سيجما هنا هتكون 0 زائد 2 وهنا هتكون 0 زائد سالب 2، هتكون كأنها بين سالب 2، هذه المساحة محصورة بين سالب 2
بين سالب 2 وكم يا شباب؟ بين سالب 2 و ها هنا وموجب 2 بين سالب 2 وموجب 2 تمام يا شباب؟ تمام يا شباب؟ إذا مساحة محصورة سالب 2 وموجب 2 اللي هي كم كانت؟ هي عبارة عن كم؟ كم تساوي؟ ها يا شباب 95% تمام بتساوي 0.95 بتساوي 0.95 بتساوي 0.95 إذن يا شباب نحن الآن نؤكد إنه المساحة المحصورة بين سالب 2 وموجب 2 بتساوي كم؟ 0.95 والمساحة المحصورة بين سالب 1 وموجب 1 كم تساوي؟ المساحة المحصورة بين سالب 1 وموجب 1 0.68 بس كلها بالبوينت يا شباب كلها بالبوينت 0.68 وهذه بتساوي 0.95 طيب المساحة المحصورة بين سالب 3 وموجب 3 المساحة المعيوة 99.7 يلا الآن بعد أنت تحفظ حفظا جيدا هذه مهمة جدا الثلاث مساحات أقول لك هذه هي أنت حتركز على تركيز عالي أول مساحة هي المساحة المحصورة بين سالب 1 وموجب 1 المساحة المحصورة بين سالب 1 وموجب 1 يعني في الاختبار أنا بقول لك المساحة في منحنى التوزيع الطبيعي المعياري المساحة المحصورة بين سالب 1 وموجب 1 هي 0.68 0.100 0.99 0.95 فأنت لازم تكون حافظ حفظ إن بتساوي 0.68 0.68 وضع شباب أنا عملت في سلايد لو لاحظت أنا عملت في الدفتر ما عارف هي ظهر عندكم ولا ما ظهر عندكم إذا ما ظهر عندكم في الملخص أنا بظهر لك الآن وأنت أكتبه كده ظهر يا شباب ظهر المساحة تحت المنحنى التوزيع الطبيعي المعياري بتساوي 1 منحنى التوزيع الطبيعي المعياري متماثل حول متوسطه وهو 0 طيب 68% من المساحة تحت المنحنى تقع داخل الفترة بين سالب 1 وموجب 1 95% من المساحة تحت المنحنى تقع داخل الفترة سالب 2 وموجب 2 و 99.7% من المساحة تحت المنحنى تقع داخل الفترة سالب 3 وموجب 3 واضح شباب هذه تحفظ حفظا جيدا حفظا جيدا شايفين يا شباب انا عملت لكم عليها علامات كثيرة هذه تحفظ حفظا جيدا واضح شبابنا طيب هذه المساحات الثلاثة قلنا المساحة في الاختبار مثلا بقول لك المساحة المحصورة بين سالب 2 وموجب 2 هي 0.68 0.95 100 اللي هي 0.95 إذن المساحة ثاني أنا حقولك المرة الثانية والمرة الثالثة المساحة بين سالب 1 وموجب 1 هي 68% المساحة المحصورة بين سالب 2 وموجب 2 هي 95% المساحة المحصورة بين سالب 3 وموجب 3 هي 99.7 كده واضح شباب واضح طيب هذه قلنا من ضمن الأشياء اللي انت هتحفظ حفظ جيد طيب نروح قدام شوي حساب قيمة الاحتمال هذا هو الموضوع المهم لنا برضو انا طبعا يا شباب بشتغل معكم الحاجات المهمة فقط يعني اي حاجة نحن نتكلم عنها هنا اعتبر هي من الاشياء المهمة جدا طيب حساب قيمة الاحتمال نحول اول حاجة قيمة متغير سين انا طبعا بعطيه بعدين متغير سين زي ما قلت لك اقول لك مثال بسيط جدا قبل ما نبدأ في الحال هذا انا عندي القاعة الان فيها 600 طالب مثلا تمام بعمل لهم حاجة اسمها الوسط الحسابي العام بسميه ميو بسميه ايش ميو فبقول ميو هذا كان مثلا بيساوي 60
واعمل انحراف معياري كان مثلا بيساوي 10. بعد ده انا مفروض اعمل معايرة لكل طالب، اعمل حيث القيمة المعيارية لكل درجة. يعني امسك اي طالب من هؤلاء، الطالب الاول كان مثلا حصل 70، هتكون 70 ناقص 60 تقسيم 10. يعني هذه المعايرة، هذا هو قانون المعايرة، اسمه قانون القيمة المعيارية، اسمه قانون القيمة المعيارية. تحفظ وحفظ تمام، تحفظ وحفظ تمام، اسمه قانون القيمة المعيارية. شايفينه بين المربعين، هذا المربع هذا يسمى بقانون القيمة المعيارية. طيب اللي هي ياء، هذه الياء هو رمز القيمة المعيارية، ياء رمز القيمة المعيارية. سين هي متغير، سين هي المتغير. ميو هي الوسط الحسابي، وسيجما تحت هذه هي عبارة عن الانحراف المعياري. تمام يا شباب؟ ياء تمثل الدرجة المعيارية أو القيمة المعيارية تسمى، وسين هذه متغير أي طالب، أي درجة حصل على أي طالب. تمام؟ ميو هذا وسط حسابي تاع المجموعة، والانحراف المعياري هو سيجما. طيب نشوف مثال. قال لك إذا كان ميو بيساوي 100 وسيجما بيساوي 10. إذا كان ميو طبعا هي وسط حسابي على طول، بمجرد ما حط لك هذا الرمز يا شباب، شايفينه هذا الرمز هو عبارة عن على طول هو الوسط الحسابي ميو. هذا الرمز يسمى بشمه إيش؟ يسمى بالوسط الحسابي، هو اسمه ميو. تمام؟ قال لك إذا كان ميو بيساوي 100 وسيجما بيساوي 10، أكتب جنبها، أكتب الأشياء هذه. ميو معناها الوسط الحسابي، سيجما معناها الانحراف المعياري. فإن القيمة المعيارية المقابلة، فإن القيمة المعيارية المقابلة للقيمة الأصلية، القيمة الأصلية سين كانت بتساوي كم؟ 90. هي يعني أنا عشان أحسب القيمة المعيارية هذه هحط 90 سين ناقص ميو اللي هي 100 تقسيم 10، هتكون 90 ناقص 100 بتساوي سالب 1 على 10 هتساوي سالب 1. 90 ناقص 100 سالب 10 على 10 بتساوي 1. هذه تسمى بالقيمة المعيارية، تسمى بالقيمة المعيارية. هذه يا شباب مهمة جدا حسابا. نحن نعمل أول خطوة بنعملها في حل أي مسألة في التوزيع الطبيعي، أول خطوة بنعملها بنوجد القيمة المعيارية، نوجد القيمة المعيارية. عشان كده أصبحت القيمة المعيارية يا شباب معنا مهمة جدا. طيب ليش تايد؟ لأنه أنا نقصت رقم صغير من رقم كبير. يعني 90 ناقص 100 أي رقم صغير لما تطرحه من رقم كبير، تطرح منه رقم أكبر منه، على طول الناتج حيكون سالب. تمام؟ 90 ناقص 100، 90 ناقص 100 مش 100 ناقص 90، هي أنت بدأ من اليمين، بدأ من اليمين. تمام؟ 90 ناقص 100 أصبح القيمة سالب، وهذه السالب طبعا لما أجي أرسم بعدين في منحنى التوزيع الطبيعي هتقع على يد اليسار. تمام؟ طيب انت في الآلة الحاسبة حط سين، اول حاجة حط الرقم سين، 90 50 70، المهم سين ده هذا رقم طيب، ناقص ميو بيكون ثابت، تقسمه على سيجما، الناتج حيعطيك على طول بالسالب او بالموجب حسب الحالة. يعني الآن لو قلت لك اوجد القيمة المعيارية المقابلة للقيمة الأصلية سين بتساوي 100، سين بتساوي 100. ها يا شباب سين بتساوي 100، لو قال لي سين اتغيرت من 90 الى 100 تعمل ايش؟ ها يا شباب سين تغيرت من 90 الى 100، تمام؟ اصبحت 100 ناقص 100 بتساوي 0، وصفر على اي رقم بتساوي 0. تمام 100 تمام يا شباب، بتساوي 0. 100 ناقص 100 على 10 بتساوي 0. طيب انا بعد شوي هنعرف معنى سالب واحد هذه ايش، والصفر معناه ايش. طيب اذا تغيرت هذه السين، طبعا السين متغير كل مره بتاخذ قيمه مختلفه، اذا تغيرت هذه السين الى 110 كيف نحسبها؟ 110 شايفون ظهر واحد الموجب، بسبب لانه اصبح 110 ناقص 100 الناتج هو عباره عن 10 تقسيم 10،
وعشرة تقسيم عشرة بتساوي واحد. يلا لاحظ معي، يمكن يكون صفر ويمكن أن يكون سالب ويمكن أن يكون موجب، لأن هذه تسمى بالقيمة المعيارية. لاحظ بالإنجليزي يسميها زد المعيارية. عندنا جدول كامل اسمه جدول زد المعيارية، غير المعيارية. عندنا جدول يسمى بجدول زد المعيارية، كل المساحات تحت المنحنى محسوبة فيه. لكن إحنا هنا لأنه شغالين بالعربي فبنقول يا يا هي عبارة عن قيمة يا في العربي العادي الزد في اللغة الإنجليزية هناك يعني. تمام؟ أصبح هذه الياء بتساوي اللي هي سين ناقص ميو تقسيم سيجما. لكن نجيب نقول زد إيكوال إكس با إكس ناقص ميو تقسيم سيجما. طيب نشوف الآن نعرف معنى شنو يعني شنو صفر ويعني إيش واحد ويعني إيش سالب واحد. نعرف هذه المعاني. نشوفها كيف. أول حاجة أرجع للرسم، هذا هو رسم التوزيع الطبيعي. طيب هذا هو الرسم. لما أقول سالب واحد لاحظ بقى في اتجاه ايش؟ اتجاه اليسار. لاحظ معي شباب انتم بقى في اتجاه اليسار. هذا هو سالب واحد، هنا سالب واحد يعني كأن المساحة المحصورة هذه هي سالب واحد. بعدين أنا ما عندي مساحات حاجة حتى المساحة المحصورة هي اللي هنا. تمام؟ لما نقول لي موجب واحد هنا شباب هنا موجب واحد في اتجاه اليمين، ولما نقول لي صفر معناه تقع في النص، معناه القيمة تقع في النص. شايفين انت هنا هذه صفر. الرسم للتوضيح بس فقط يا شباب، الرسم للتوضيح فقط. انا ابغى اوضح لك اليسار لما تكون سالب معناها في اتجاه اليسار، ولما تكون موجب في اتجاه اليمين، ولما تكون صفر معناها هذه الاكس في اعلى قمه. يعني هذا الطالب حصل على ايش؟ حصل على نسبه النجاح، هذه نجح فقط. لكن لما نكون حصل على واحد كانه مشي في اتجاه النجاح الاعلى، واذا مشي في اتجاه السالب واحد حيكون رسوب، حيكون رسوب. إذا هذا سالب واحد، لأن بعدين نحن نحسب المساحات، نحسب المساحة المحصورة بين سالب واحد وموجب واحد. المساحة المحصورة يعني هذه المساحة الآن محصورة بين سالب واحد وموجب واحد. لو قلت لك بالسالب كم يا شباب؟ كم تساوي هذه المساحة المحصورة بين سالب واحد وموجب واحد؟ هذه المساحة هي عبارة عن 68%. جيد، المساحة المحصورة بين سالب واحد وموجب واحد هي عبارة عن 68%. طيب المساحة المحصورة بين سالب 2 وموجب 2، هذه سالب موجب 2 وهذه سالب 2 اللي هي بوينت. بوينت يا شباب أهم حاجة البوينت، أهم شيء البوينت، لأنه هي مساحات كلها أرقام مساحة، كل المساحة واحد، كل المساحة عبارة عن واحد، كل القيم هذه قيم البوينت. عندنا جدول يسمى بجدول القيم، بجدول الطبيعي التوزيع الطبيعي، يسمى الجدول المعيارية. يعني نحن أي مسألة التوزيع الطبيعي عشان نقدر نجد لها قيمة معيارية، أول خطوة نعملها مفروض نوجد القيمة المعيارية، مفروض نوجد القيمة المعيارية. طيب لما نوجد القيمة المعيارية عن طريق القانون، القانون اللي عملناه الآن قلنا هذا القانون بيهم جدا جدا في إيجاد القيمة المعيارية. شايفين يا شباب هذا هو قانون القيمة المعيارية. شايفين يا شباب هذا تحفظه حفظ واضح، وقانون القيمة المعيارية هذا شباب واضح. بقول لك حول المتغير تن إلى قيمة معيارية، إلى قيمة معيارية. طيب نشوف سؤال، نشوف مثال. هذه بعض الأسئلة المعطاة، قال لك من خصائص التوزيع الطبيعي إجمالي المساحة تحت المنحنى بتساوي، من خصائص التوزيع الطبيعي إجمالي المنحنى، إجمالي المساحة تحت المنحنى بتساوي، قال بتساوي كم؟ هنا شباب نمرة واحد، خلي هذه هنا فوق، من خصائص التوزيع الطبيعي إجمالي المساحة تحت المنحنى بتساوي هنا كم؟ واحد، بتساوي واحد. طيب المساحة المحصورة بين سالب واحد وموجب واحد في منحنى التوزيع الطبيعي المعياري تساوي، المساحة المحصورة بين سالب واحد وموجب واحد في منحنى التوزيع الطبيعي تساوي
سالكم يا شباب؟ سالكم 68. طيب، من خصائص التوزيع الطبيعي أنه منحنى مستوي لليسار، منحنى مستوي لليمين، منحنى متماثل. اللي هي حكون جيم اللي هو منحنى متماثل. كل الشباب جاوب على جيم اللي هو عبارة عن منحنى متماثل. المساحة المحصورة بين سالب واحد وموجب واحد في منحنى التوزيع الطبيعي المعياري تساوي 0.68 0.86 0.95 اللي هي 100%. تمام يا شباب؟ اللي هي المساحة المحصورة بين سالب واحد وموجب واحد في منحنى التوزيع الطبيعي المعياري تساوي 68% اللي هي رقم واحد. هذه هي الإجابة، هذه هي الإجابة. طيب، وقبلها قلنا من خصائص منحنى التوزيع الطبيعي أنه مستوي لليسار مستوي لليمين، قلت منحنى متماثل اللي هي منحنى متماثل. طيب، أنا حأعطيك سؤال وانت حتجاوب عليه. انا حاعطيك سؤال لانه نحن زمن نحن الان يعني خلصنا الجزء المهم جدا في التوزيع الطبيعي، و لانه الجزء الخاص بجداول حيكون عندنا مشكله في الجداول، عشان كده بنكتفي بانك كيف تقدر تحسب الطالب، كيف تقدر يحسب القيمه المعياريه، كيف تقدر يحسب القيمه المعياريه مثلا. طيب، اكتب معي اذا كانت مليون بيساوي 70، إذا كانت ميو بيساوي 70، سيجما بيساوي 10، ميو بيساوي 70، سيجما بيساوي 10، فإن القيمة المعيارية هي المقابلة للقيمة الأصلية سين بيساوي 80 هي يلا شبابنا، إذا كانت قالوا يساوي واحد، الشباب قالوا يساوي واحد، الشباب يقولون بيساوي واحد، صح الشباب؟ نعم بيساوي واحد، بيساوي واحد. طيب، السؤال قال إذا كانت ميو بتساوي، إذا كانت ميو بتساوي، إذا كان ميو قال بتساوي 70 وسيجما بتساوي 10، فإن القيمة المعيارية المقابلة للقيمة الأصلية هي القيمة سين بتساوي 80. القيمة المقابلة س بتساوي 80 هي سالب واحد ولا واحد يا شباب؟ أنا قلت ميو بتساوي 70 وس بتساوي 80. أنا أعطيك حاجة بسيطة جدا جدا، بمجرد يا شباب بمجرد ما وجدت القيمة س أكبر من ميو على طول بكون سالب، لأن القانون سين ناقص ميو، القانون سين ناقص ميو. إذا كان سين أصغر من ميو تكون سالب، لكن أكبر منها حتكون على موجبة. تمام، موجب. طيب، يعني مثلا ميو 70، ميو بتساوي 70، سين كان بتساوي 80، في هذه الحالة هتكون موجب واحد، تكون موجب واحد. ليش موجب؟ لأنه سين ناقص ميو. تمام، القانون عندك سين ناقص ياء بيساوي ايوه سين أكبر، لأنه سين أكبر. طبعا سين أكبر معناته في الاتجاه اليمين، إذا سين أصغر معناته في الاتجاه اليسار. طيب، إذا كان عندي ميو بيساوي 70،
وسيجما بالسالب 10 وواحد من الطلاب سين حصل على 60 سين 60 هتكون 60 ناقص 70 هتكون بالسالب 1 سالب 1. طيب مسألة أخرى قال إذا كانت ميو بتساوي مية سيجما بتساوي 10 فإن القيمة المعيارية هي المقابلة للقيمة الأصلية سين بتساوي 90 هي إذا كانت ميو بتساوي 100 وسيجما بتساوي 10 وأعطاني سين بتساوي 90 بتساوي سالب 1 بتساوي سالب 1. إذن هذا الجانب اللي يهمنا في التوزيع الطبيعي ونكتفي بهذا الجزء في التوزيع الطبيعي وممكن نعمل تلخيص الكلام اللي قلناه عن التوزيع الطبيعي. قلنا التوزيع الطبيعي من التوزيعات الاحتمالية المتصلة ثبتنا هذه المعلومة تمام؟ التوزيع الطبيعي من التوزيعات الاحتمالية المتصلة وكذلك مرينا على حاجة اسمها خصائص التوزيع الطبيعي. من هذه الخصائص ذكرنا انه المساحة تحت المنحنى التوزيع الطبيعي بتساوي 1 وكذلك من الخصائص ذكرنا انه المنحنى متماثل حول الوسط ومن الخصائص ذكرنا انه اللي هي الوسط بتساوي الوسيط بتساوي المنوال ومن الخصائص ذكرنا انه المنحنى يصل الى اعلى قيمة عندما x تساوي ميو وكذلك من الخصائص ذكرنا انه اطراف المنحنى تمتد الى ما لا نهاية وكذلك الخصائص رقم 6 ذكرنا بعض القيم الخاصة. من هذه القيم الخاصة ركزنا على قيم الخاصة في التوزيع الطبيعي المعياري وقلنا التوزيع الطبيعي المعياري معناها المساحة بين سالب 1 وموجب 1 بتساوي 1 بتساوي 0.68 والمساحة المحصورة بين سالب 2 وموجب 2 هي عبارة عن 95% والمساحة المحصورة بين سالب 1 وموجب 1 هي عبارة عن 99.7% وآخر شيء تكلمنا عنه هو القيمة المعيارية اسمها إيش؟ القيمة المعيارية وقلنا هذه هي رمز لها راء قلنا ياء بتساوي سين ناقص ميو تقسيم سيجما وقلنا هذه مهمة جدا جدا في عملية التوزيع الطبيعي. طيب هذا بالنسبة للتوزيع الطبيعي. باقي لنا إن شاء الله اللي هو التقدير عندنا فيه درسين وعندنا في درسين في اللي هو ما يسمى باختبارات أفرو. يوم الربوع إن شاء الله يوم الربوع أنا أرسلت على المنتدى حيكون عندنا محاضرة موعد إضافي في نفس الزمن إن شاء الله. واضح شباب؟ يوم الربع يوم الأربعاء بعد بكرة الأربعاء نعم الأربعاء في نفس الوقت نفس الزمن ساعة 9 تماما هتكون المحاضرة إن شاء الله تمام خير إن شاء الله. الربع لنا لقاء والأسبوع اللي جاي إن شاء الله برضو حيكون عندنا محاضرتين نفس الزمن حيكون برضو في يوم الاثنين ويوم الربع ان شاء الله بنحاول نخلص قريب ان شاء الله قريب. اي سؤال ثاني؟ المبلغ احاول ابلغ يعني المسمع الناس لو عندكم مرضى من خلال المنتديات حاولوا بلغوا باب الشباب انه في يوم الاربعاء ان شاء الله حيكون في المحاضره اضافيه عن التقدير اللي هي نظريه التقدير. واضح الشباب؟ الباقي محاضرتين في التقدير ومحاضرتين في اللي هو ما يسمى باختبارات الفروع الإحصائية إن شاء الله. طيب إلى اللقاء وبالتوفيق إن شاء الله.